ولقد بعثنا في كل أمة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فرستني الله بتنها بشي يتبون با اجتناب طاغوت با عبادة الله بتنها بيكي كان نا يتبون يابلي بهردو كان بلي قيتك الله شا برستم وطاغوت شا برستم نية قبول نية هر مشرك هر كافري يابلي الله برستم هاق منية بسر طاغوتهم هر بوجنا يتبون أبي إلا بري بلا طاغوت كافر بي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى هو كافر بي بطاغوت إيمان بأ الله بين أنجاوة عروة الوثقى هي وتوحيدي هي ودينك إلي ورقيرا وإنا لي ورنقيرا إجتنا بطاغوت بشي أكري بقسى بكردار بضل إنسا خالك يا لمن لد الله وجني ويان بيام وبلان بكردار وبقسى لقال يعني عيشت ليش برزيب ولا لبر معاشك يا ناخوة ولا لبر معاشك تو في خواب رازق بزاني بوي ابن تيمية فرمي وكسي كا طاغوت يا سرخا باشا ورقي شي ليتي لدلاو بلان بدس ودم لقال ياتي الله بيستر لوي خرابتر لوي كا لدلاو خوشي على شنو كاوي كخوشي احتمال كخوشي استغنى ما بطاي وازي لبنا بلا ام خوشي سي شنيه بلا مر وازي لنا ولا بردنيا برتشل كاو خوري اه فرمي جابوا اجتناب طاغوت بو سيانا به هر سيكي لب كشي تو دعاي به هر سيكي دجي شي بي مقصو كردار ودمو ضليشه ايام دشبونه چون ببيتو اناي توانيد بكردار توانيد بقسن او توانيد بضلها ربتشي عشان او بابا يعني لما يانا ضل اخوه لو كان اخوه كلا قال يا هاتي على ظلم لا قالين لو انا ناخوه لو يا ناخوه بس لما انا كتب لي من دجاتي طاغوتكم بلا ام كاك باخوه بدم بدس نات وانا بس بضليك انا ما انا ضل اخوه بس لو هني كان ناخوه ضل وهندك اشي ضل لو كان قسيل سلكه يا هي امدو مرحله ليك جيانا كاتو بريبون لي وتجادي كني دواي بليك جياكي تو انا تجادي كنا قاعد الله اخواك هكا بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي من جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك حبه خردل من الايمان مجاهدي طواغيت نبي بدليش يك ذره ايمانيه او نصيحتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمش لدواي شيء أمس يا مرحلة لدواي بريبون لي جابوا يا توبلي من حقي طاغوت تم شيء كورة بعد لو نعابي وبيعي شاك حقي مني نيو ها ناخوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمري كوري عبسة ولا على بتشي نار دوتي خايف الرد قال أفرمي بتشي يا كم شو ضلي كسر الأوثان طهش كان دني بتكان نادو نبي بتهبي لجيان ما هيج نبي بهمي بشكيانو دجاتي اميان بكم بهرش يكتواني بو مراحل اني سبع اسمان بي بتمان بياوا باساني بمسلمان حساب كري وكوشون بيان اسان كردي وان ليكردوا اگر اع سي ابليس بياني بلا لا اله الا الله كاش يلا ابليس قال لا اله الا الله هو يقيني شي بيه ولا ضلي شي ويتي علمي شي بيه بزوي لا اله الا الله خوشنا وابستينا به او کی شکایتی لیات وشی کفر وشی دگو و ما دژنی خوشی به بریالی دا خوشی نه بلکو بریالی یا هتا امر رقیلی به دجاتی جابوی براسی یعنی سلا هند کس ام ابلیس ک الله لا اله الا الله قناعتی به پرسنی خوای پرورگار هه بتنها و امانه ها اما بم واحد به لاوان و بچته بهشتیش یا فرعون یا خود اوانی تر